حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من بلدية أوكرا مراسلنا خليل البرغثي. أرحب بك بداية خليل، دعنا في تفاصيل هذه المشكلة ومعضلة المياه داخل بلدية أوكرا وطرق علاجها وحل حالتها من قبل البلدية وأيضا الحكومة الليبية. نعم زميلي أحمد، أرحب بك وبكافة السادة المشاهدين. لا شك أن ملف مياه الشرب في بلدية أوكرا هو ملف مرهق لكاهل المواطن وملف شائك وأيضا ملف أنهك الميزانيات الخاصة بالمواطنين. صباح هذا اليوم كنت على تواصل مع رئيس قسم الشؤون الفنية بمحطة تحلية مياه البحر في بوترابا، والذي أفادنا للأسف بخروج كامل الوحدات التي تعمل داخل هذه المحطة عن العمل بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة وعدم توفر ميزانيات المفترض أن تدفع للقيام بالعمرة المتوسطة والعمرة الجسيمة، والتي من المفترض أن تكون قد أجريت عليها منذ عدة سنوات. أيضا تحدثنا في الكمية التي تنتجها هذه المحطة لصالح مدينة أوكرا والبالغ عددها 10,000 متر مكعب. هذه 10,000 تواجه أيضا عقبة أخرى في الوصول إلى مدينة أوكرا، حيث تواجهها عدد كبير من الوصلات الغير شرعية في الطريق الرابط بين مدينة أوكرا ومنطقة بوترابا، والبالغ عددها 56 وصلة غير شرعية. هذا الأمر أدى إلى انخفاض منسوب المياه التي يتم ضخها إلى مدينة أوكرا، والتي من المفترض أن تذهب إلى الخزان الموجود أعلى البكور ليتم فيما بعد تغذية الأحياء في المدينة. أيضا قمنا بالاتصال برئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمدينة، والذي حدثنا أن الخزانات الموجودة لديهم بالمحطة هي تعمل بكامل قدرتها الانتاجية، ولكن على حسب وصفه أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أثرت على تدفق المياه إلى الأحياء السكنية، بسبب أن هذه الخزانات تحتاج إلى فترة تعبئة تتجاوز 6 ساعات، وأيضا 6 ساعات أخرى لعملية الضخ للأحياء. أيضا حدثنا على الحي أو الحقل الجامعي الذي يحتوي على 5 خزانات، هي الأخرى تعطلت 3 منها و3 الآن تعمل. هذه الخزانات أو هذه الأبار تعمل لصالح حيي الشعبية السوداء والشعبية البيضاء. هذا الأمر جعل المياه متذبذبة في تلك الأحياء، وفي انتظار إصلاح هذه الأبار وإعادة الخدمة. أيضا قابلنا العديد من المواطنين والذين أدوا بدلوهم بشكل واضح وصريح وشفاف في هذا الجانب، والذين أفادونا بأنه هناك بعض الشوارع في حي المخطط منقطع عليها المياه منذ عدة سنوات، منذ قرابة 4 سنوات، والبعض الآخر 3 سنوات. أيضا حي سوق قديم منقطع عليه المياه منذ 6 سنوات. المواطنين التجأوا إلى حفر الأبار في بيوتهم وأيضا شراء الخزانات المياه بمبالغ طائلة لتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب. يطالبون كافة جهات الاختصاص في الحكومة الليبية وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله الثني بالحضور شخصيا إلى مدينة أوكرا والوقوف على هذه المختنقات التي يعاني منها المواطن على العديد من الأصعدة. وهم قالوا في السابق أنهم طالبوا بحضور شخصيا، ولكن النداء لم يتلبى إلى هذه اللحظة. على الرغم مما تقدمه مدينة أوكرا من تضحيات جسام في سبيل الوطن. نعم، مراسلنا من بلدية أوكرا خليل البرغثي كنت معي عبر الهواء مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك.